خلينا ناخد دكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية معانا. يا دكتور حياة يعني صباح الخير. وبجد والله شغل محترم جدا بتقوموا بيه فعلا. صباح الخير وصباح النور وصباح النجاحات والحمد لله. الأولاد يعني عاملين مجهود جبار في جورجيا، رغم أن الرحلة كانت متعبة جدا بالنسبة لهم، لكن الحمد لله شريف عثمان ربنا جبر بخاطره، لأن هو الحقيقة ظلم في طوكيو وكانت ظروفه صعبة. بس طبعا الحمد لله أنا بهنيه وبهني كل الأبطال، ولسه إن شاء الله القادم إحنا عندنا طه جاب برونز، والأول مرة عندنا اثنين ناشئين أول مرة يطلعوا، واحد جاب ذهب والتاني جاب فضة. فالحمد لله إحنا ماشيين على الخط المضبوط، وربنا يا رب يوفقهم في اللي جاي إن شاء الله. ودايما كده برنامجكم بنحتفل بيه معاكم بالإنجازات الحلوة اللي إحنا لا ده شيء يسعدنا حقيقي بجد يا دكتور حياة. خليني بس أروح مع حضرتك برضو النقطة، لأن زي ما كنت بتكلم دلوقتي دي رحلة نجاح، وفكرة كمان إن شريف يعني شريف عثمان زي ما حضرتك قلت هو اتظلم، فأنا بحول حالة يعني ظلمت لبطل مرة تانية، لا دي فيها شغل كتير تم. فعايزين نعرف من حضرتك برضو القصة بتاعت النجاح دي، مهمة قوي إن الناس تبقى سمعاها. والله بس انا عايز اقول لك شريف الحقيقه قبل ما نسافر طوكيو كان جات له اصابه جامده، وكان يعني احنا كان في يعني كلام ان هو ممكن ما يسافرش طوكيو. الولد اشتغل شهر ونص على نفسه مع المدربين بتوعه مع المعسكر، وقدر ان هو يطلع ويحقق فضيه، اللي فضيه اللي جابها على فكره فرق فرق وزن، يعني هو شال زيه زي اللي جاب الذهب، بس فرق الوزن هو اللي اخذ الفضيه. من ساعة ما رجع شريف عثمان وهو حاطط في مخه لا أنا ذهب لازم أرجع ذهب زي ما كنت، وبالفعل يعني الحقيقة كان عنده تكتيك كامل في المعسكر اللي اتعمل بعد ما رجعنا من طوكيو على طول. الأولاد اشتغلوا ريحوا بالضبط 4-5 أيام ودخلوا المعسكر عشان طوكيو على طول. فطبعا دي قصة نجاح وقصة دي، وما فيش حاجة اسمها مستحيل. والله احنا بنتعلم منهم بجد، يعني يا كريم دايما بنقول الجملة دي، احنا بنتعلم الإصرار منهم والعزيمة منهم، وفكرة هنا ان انت يعني عندك حلم وبتسعى ليه رغم اي مشاكل بقى وصعوبات بتواجهها يعني. فبجد ربنا يوفقكم مزيد من التألق يا دكتور حياة ان شاء الله. شكرا، كتر خيرك حبيبتي، كتر خيرك الأمير، ويا رب دايما كده ان شاء الله عندنا ان شاء الله ان شاء الله ميداليات تانية وذهب اكتر وفضة. هما نسعى عندهم طبعا. شغالين لغاية يوم 7 ان شاء الله هيبقى بينا تليفونات وتغطيه، يعني دي مش اخر مكالمه طبعا ما بيننا. طبعا طبعا انا سعيد على فكره كمان بالناشئين جدا، لان احنا مطلعين معاهم حوالي 4-5 ناشئين، ولغايه دلوقتي هو عاملين 2 منهم عاملين بطوله انجازات، فطبعا دي حاجه الحمد لله يعني تبين للناس ان اللي جاي احسن. اللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا ليكي دكتور حياه جدا. لسه امبارح لو حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا حلقه امبارح، كانت نواد بتتكلم على ذوي الهمم، وكنا من ضمن الكلام اللي اتقال كنت انا حتى قلت لها ركزي كده وبصي في تاريخ مشاركات مصر الاولمبيه والبارالمبيه، شوفي بعثه مصر الاولمبيه اللي هم الابطال العاديين الاسوياء اللي ما عندهمش التحديات الفظيعه اللي عند نجومنا وابطالنا من يعني الرياضات البارالمبيه المختلفه، شوفي اجمالي الميداليات اللي لاعبتنا الاولمبيين حققوها وقارنيها بالميداليات اللي حققوها ابطالنا البارالمبيين، هتلاقي غالبا مفيش حتى وجه للمقارنه. فهم دايما الحقيقه دايما زي ما هم قدوه ونموذج يحتذى به على صعيد الاصرار والعزيمه وكل النقط المحترمه اللي انت اتكلمتي فيها، كمان دايما عند حسن ظننا، ده اللي عايز اقوله. أيوة باختصار يعني حاجه عظيمه. اتفق معاك جدا يا كريم، ويمكن برضو احنا قلنا الكلام ده هنا قبل كده في 10 الصبح طب. لما ذكرنا فكره هنا ان الاهالي عليهم دور كبير جدا طبعا. لان في اهالي بتخاف ان اولادها اصلا ينزلوا ويمارسوا حياتهم ويحتكوا بالمجتمع، وده اكبر غلط. لو انت خايف على ابنك انت ما ينفعش تقفل عليه، يعني دي كيسز كتير على فكره احنا بنشوفها وبتتعرض علينا، وان شاء الله هنجيب كيسز كده كمان في البرنامج حضراتكم تشوفوها يعني صوت وصوره، لكن ده يعني غلط جدا. انا لو عندي ابن لازم اشجعه، لان هو لو اتدمر نفسيا هو بيبقوا الناس دي يعني خلاص كريم هم محتاجين اي دعم نفسي، فحضرتك لما تقفل عليه وتدمره نفسيا وتقلل ثقته بنفسه طب وبعد
بعدين، لا انزل وخليه يبقى قوي ويشارك ويبقى عنده ثقه بالنفس وغيره وغيره، ممكن يبقى بطل من الابطال زي اللي بيشرفونا دلوقتي. فده مهم جدا، المجتمع محتاجهم. يعني الاهالي اللي بيعملوا اللي انت بتتكلمي عنه ده بيعملوه ليه؟ بيعملوه عشان النظره المجتمعيه وخايفين على نفسيه ابنهم او بنتهم من النظرات الغلط. لا ما طبعا مش صح. مفروض يخافوا. اللي عايز اقول لك، اللي عايز اوصله لك يعني فكره ان ايه، ساعه لما في المجتمع بشكل عام النظره الدونيه دي تختفي، هتلاقي ناس كتير جدا من اهالي الابطال واهالي اصحاب الهمم بشكل عام لا هيبتدوا يتشجعوا، ما تلاقيش كده بره. يعني فاهم ازاي؟ لا ده بقى مفيش الكلام ده. ودلوقتي على فكره الوعي برضو ابتدى يختلف الى حد كبير يعني طبعا. بس مش 100%، مش 100% طبعا. يعني نفسنا بقى نوصل احنا للمية. التعليم بيختلف والبيئه بتختلف طبعاً. الثقافه بتختلف من منطقه لمنطقه ومن انسان لانسان طبعا. لسه عندنا فتره طويله، لكن عارف خلاص يعني الفكره ان دلوقتي بقى امر واقع. انت عشان تفرض حاجه جديده برضو لازم تخليها امر واقع. فاكر زمان الكوتا مثلا بتاع السيدات؟ موضوع تاني بس برضو شيء بالشيء يذكر. طيب